الو ايه ماما، اقفل الموبايل فلا تنسينا من الدعاء. يلا وداناكم عند الله، قول قبلنا الوديعه. ليست هي رحله مشي، هي رحله الهاميه، رحله فيها تحديات لازم ايش اعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون صعوبات وبدون امتحانات واختبارات الواحد يمر بيها لن يوجد إلهام، لن يوجد إلهام. إذا وجد جيل ملهم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية فهذا الجيل هو اللي حيصنع المعجزات. درجة الحرارة ناقص 12. وطبعاً إحنا معزولين عن العالم، ما نقدر نجيب شيء ثاني خلاص. دراغون سليبي. حطها ورا خباها عشان لما شافني. ممكن تلاقي تحديات صعبة بتجيك في الحياة، تحديات تخليك أنت ممكن توقف في مكان تقول مستحيل خلاص، اتقفلت علي الأبواب. هذه هي لحظة اللي هي ممكن تنفرش. سليم الجزء الرابع يأتيكم في الأوقات التالية.